عامل فيلم حلو، فيلم هيخلي الناس هيلاقوا موضوع حلو في قلب الفيلم، واكشن ومغامرات وغنى، وعاملين له تركيبه كويسه. يا زهرة يا ام الحسن، يا ام الحسن والحسين، بين الحسود والحذر يكفينا شر العين. هو محمد رمضان المره دي مش بلطجي، محمد رمضان تاجر مخدرات، تاجر مخدرات ديلر في عشوائيات، فشخصيته مختلفة تماما عن شخصية الألماني. الألماني كان بلطجي محترف وكان بيعمل حاجات، هنا الموضوع مش عندنا، هنا صراع ما بين تجار المخدرات الصغيرين والكبار، فالموضوع مختلف تماما. رمضان بقى دبني، أنا يعني أنا عارف أوديه فين، وعارف هو إمكانياته مبهرة، فأنا عارف يوصل حد فين. عملنا مع بعض 3 أفلام، هي واحدة بس لسه ما قدروش إنه ينزل يعني، وعملنا حصل خير وده 3 فيلم. فمحمد رمضان قدرات هائلة جدا، فإن شاء الله هتشوفوا حاجة حلوة بإذن الله يعني. عبده موتى، عبده موتى شخصية يعني بتبقى زي ما علم النفس بيقول، هو علم النفس هو علم دراسة سلوك الإنسان، فهو عبده موتى سلوكه كده، إن هو يصبغ شعره حد ما باصص للغرب شوية أو باصص للموضة، عايز يطلع شيك، عايز يطلع كده. إنما الألماني واحد هو عايز يأكل بس يعني، واحد أشكال سيب دقنه مش مركز قوي كده يعني. عبده موتة هو شخصية حقيقية موجودة في المجتمع، بنعالج من خلال عبده موتة مشكلة البلطجة اللي حصلة والإنفلات اللي حصل اليومين دول، بس هي شخصية ما بنقتضيش بيها نهائيا، هي شخصية بنحاول ان احنا نحتويها من خلال الأحداث ويبقى ليها قصاص في الآخر، فهي رسالة لكل بلطجي. عبده موتة فيلم أكشن شعبي ساسبنس، في دراما، في دراما وفي فيلم كده ليه شكل معين، الجانر بتاعه مختلف تماما عن فيلم الأنسة مامي بطولة ياسمين عبد العزيز. انا شايفه الناس برا، انا ما شفت الفيلم وشفت البرومو بتاعه، حسيت باطمئنان من جوايا ان الفيلم ده ان شاء الله هيحوز نجاح كبير. انا يمكن كل الناس بتقابلني برا بعيد عن الوسط الفني بيقولوا لي عبده موتة عايزين نتفرج عليه، فحاسه استشعرت ان الفيلم ده ان شاء الله هيعجبهم وهيبقى يعني ناجح. وفعلا زي ما بيقول الاستاذ احمد السوكي، هو فعلا فيلم مختلف، واتمنى ان يعجب الناس في الظروف اللي احنا فيها دي. عبده موتة ما سابش حاجه ما عملهاش. يا بنت اللي عالم على العاوي، يا بنت ايه اللي عمل كده؟ يا بنت امك خدت الحته اللي احنا عايشين فيها مشبوه، يطلع اللي بيغضب عليه ربه بيسلط عليه عبده. يا ويا عبده انت سواعبه. تدور قصة فيلم عبده موتة عن أحد البلطجية الذين يعيشون بالمناطق العشوائية والظروف التي يعاني منها سكان هذه المناطق التي تصدر البلطجية للمجتمع. الفيلم من تأليف محمد سمير مبروك ومن إخراج إسماعيل فاروق. عبده موتة هو مش تاجر مخدرات حبا في المخدرات، هو بيبحث عن الثروه من اي اتجاه في الدنيا يعني، ممكن من تجاره المخدرات، بنشوفه مثلا في ارض فاضيه ملهاش صاحب او صاحبه ما بيسالش عليها فبيصورها ويعملها جراج، فهو حد بيبحث عن الثروه باي شكل في الدنيا. فاحنا بنقول ان ده يعني بيستخدم الطموح الخاطئ، اللي هو انا عايز ابقى حاجه كويسه وعايز يبقى معايا فلوس بأي سكة ما، لا، انت اعرف امكانياتك الاول واعرف ايه الحاجة الصح، ليه ما تنجحش في النور، ليه طول الوقت تبقى مطارد من الحكومة او مطارد من ناس انت اذيهم في حياتهم. انا سواق ومسجل وظلمت ناس كتير وافتريت. والله الكاست كان كاست هايل، سواء دينا او حريه او استاذ سيد رجب او شادي خلف او مجدي بدر، مش عايز انسى حد، او رحاب الجمل، كلهم كانوا عاملين سيمفونيه في الفيلم هتتفرج انت عليها كده. مثلوا كويس جدا وعملوا اللي عليهم، مثلوا ادوارهم باتقان جدا وتفانوا جدا، وعملنا كل حاجه ريل، كل حاجه كانت ريل،
مفيش حاجه كانت معموله فيك او في حاجه متصوره بطريقه فيك، كل حاجه في اماكنها الواقعيه، فيلم متصور في اماكنه بالظبط. فتعبوا معايا جدا، ربنا يوفقهم، هم كاست عظيم قوي، انا بشكره قوي اللي اشتغل معايا في الفيلم ده بجد. يعني عبده موته هو مش شخصيه كوميديا خالص، هو بالعكس يعني ممكن نقول فيلين شعبي منافسين شويتين، وفي شويه اكشن ودراما حلوه ان شاء الله تعجبكم. يعني خدي لك نص احمر، نص احمر ده بياخدوا اللي يعرفوك يا عينيا. طول عمره بينفع، هي اول مره يعني سكت ولا سكتنا يا بنتي خالص. حكومه في الحته وقلب عليك الدنيا. اختيار رمضان جيب بينا اجمعين، الاول فيلم عرضته على عم احمد قراه عجبه، ابتدينا نشوف مين الممثل اللي ينفع يقوم بالشخصيه دي، وكان الترشيح الاول لمحمد رمضان. انا عامله ام عبده موتة، هو دور جديد عليا، عجبني، حبيته. الحقيقه كان ترشيحي من خلال احمد السبكي، هو انا ما قريت النص عجبني جدا جدا، حسيت ان انا كفنانه كممثله بعمل كعفاف رشاد بتعمل ادوار اللي انتوا عارفين السعديه والفلاح، وهو كان لسه ناقص لي حته الست اللي عايشه في بيئه شعبيه وابنها بلطجي، يا ترى ديت هتعمل ايه مع اولادها، حياتها هتبقى عامله ازاي مع الناس اللي ساكنه معاهم، مع ابنها البلطجي ده هتعرف تحكمه وتشكمه ازاي، ازاي هتبقى قويه عليه كأم. يا طهرا يا ام الحسن، يا ام الحسن والحسين، احنا ان شاء الله نازلين بغنيتين، اغنيتين في الفيلم، وناس ما ايوه ايوه او عبد موتة، وناس ما انا اصلا جامد. بنعمل كل خير ان شاء الله، وبنقدم كده اغنيتين ان شاء الله يعجبوا الناس باذن الله. والله هو شرف ليا طبعا تشبيه الناس انه يشوفوني واخد او في مكانه او رايح لمكانه الاستاذ احمد زكي. انا بقول ان لا انا ولا غيري يوصل للمكانه دي، لان ده هرم من اهرامات مصر، احنا كلنا تلاميذ للمدرسه العريقه اللي هي مدرسه الاستاذ احمد زكي. ما تخلقش يا بنت اللي عالم على عود يا بنت، ايه اللي عمل كده؟ خلت امك خدت الحته اللي احنا عايشين فيها مشبوه. يطبع اللي بيغضب عليه ربه، بيصلت عليه عبده. يا هو يا عبده انت سواب الكبير في البنطلون تحب اقول لك؟ اه يا ما اعرف عنه حاجه يا ولد. يا عبده خالص ده هيموت، موتك على ايدي يا عبده، موتك.